بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نكمل بالسترنج بعد، نعطي ثالث محاضرة بالريز مع السترنج شوي، لأن كثر ما تتدرب كثر ما تشوف نقول عنه سيناريوهات مختلفة حق استخدام الري كثر ما تفهمه أكثر. فخلك معي إن شاء الله الحين وبنشوف مع بعض الأمثلة. فأنا هذا مثلا الري، الحين عاد ناخذ راحتنا يا شباب بالري لأن الموضوع مثل ما اقول ليست اسماء، حط على راحتك. انا هني مثلا حطيت لك كونتريز، مثلا شايف معي الجزائر، استراليا، غيره. الحين بطبعهم. العاده احنا نقول شنو؟ برنت، عدل، ونعطي اسم الاري مثلا كونتريز، عدل. بس برنت مو موجوده كعمليه هني، اروح كالعاده ها اشوفها مكرره في كل كلاس، موجوده فوق، شوف معي برنت ها، واحده احنا مسوينها على السترنج، على السترنج، وواحده مسوينها على الانتجر، عدل. فلازم صحيح. تقوم وتنسخهم الاثنين كل شوي ها، وتروح ها وتحطهم في هالمكان. لا احنا ما نبي كذي، ما نبي في كل كلاس ننسخ البرنت ونحطها فيه. احنا راح نعرف كلاس واحد ونحط فيه كل العمليات اللي احنا حابينها واللي راح نستخدمها. هذه الطريقه انت قاعد تسوي مثل ما نقول لايبراري، مكتبه عمليات معي. فشوف شلون راح اسوي كلاس جديد، خليك معي. معي يا شباب، سوي نيو جافا كلاس، سامعيني؟ معك دكتور. ايه نسمي الكلاس هذا حلو يا شباب. نقول عندنا مثلا ماي اريز، اسمه شيء ماي اريز، سمى الاسم اللي تحبه اللي يعكس العمليات اللي عندك. فسميت الكلاس ماي اريز، هذا انا سويت كلاس جديد اسمه ماي اريز. وهذا مهم يا شباب، كل ما اسوي عمليه حلوه ومفيده احطها في هذا الكلاس. يعني روح على الحين عندنا مثلا هني هذه العمليات حلوين، شوف معي هذه تطبع لك انتجر اري وهي تطبع سترنج اري. اخذ نسخه كنترول سي وروح داخل الكلاس هذا وسو بيست معي بالطريقه هذه، صار في الكلاس هذا في عمليتين، شايفهم؟ واحدة تطبع لك انتجر اري، واحدة تطبع لك سترنج اري. في عمليات ثانية عندك بعد مفيدة، جيبهم كلهم حطهم في ماي اريز، تمام؟ بس خلنا نقول احنا مثلا هالعمليتين، زين شلون بستعملهم بكلاسات خارجية؟ لاحظ هذا الكلاس اسمه ماي اريز، وبستخدم عملياته في كلاس تيست، هذا كلاس ثاني. كل لازم اسوي اني اكتب اسم الكلاس هذاك ماي اريز واطق دوت، دوت معناه روح داخل. لاحظ يطلع لي عمليه اسمها برنت وتاخذ وتعطيك سترنج اري، تاخذ سترنج اري، وبرنت تاخذ انتجر اري، شايفهم؟ اذا واضحين معك، اذا مو واضحين اعرف ان العمليه خلاص كذي اوكي. فما في داعي انسخهم هني، راح استعملهم من الكلاس الثاني هذا. انا بس ابي اتاكد معك اذا انت فاهمني. فاهم دكتور معي؟ فانا إيه اخذ فهم. تمام حلو. انا اخذ العمليات واحطهم في كلاس واحد، ومتى ما ابيهم اناديهم بس مو باسمهم بروحه، مع اسم كلاسهم عشان ادل وين مكانهم. فالحين لو اني انفذ، شوف معي التنفيذ تحت، اموره حلوه تمام. هذا يقول لك دكتور. هلا تفضل. لازم يكون التاب مال ماي اريز مبطل ولا عادي اذا مسكر؟ سكرنا ونفذنا. لازم يكون في نفس المكان الموجود في كلاسات كلاسيك تيست، لازم يكون نفس المكان حاليا. ها شوي شوي احنا بنطور الموضوع نسوي باكجات يعني مثل ما انت شايفني، لكن نتكلم شوي قدام عنهم. اوكي هذا الشيء يخدمنا ان احنا نتخلص من ان احنا نقط كود زياده ما نبي، كلها مكتبات وسكرهم. هاي مكتبه ها شوفها معي ماي اريز، حلوها مرتبه عدل، واي عمليه نشوفها مفيده نحطها هني. فالحين احنا عندنا وايد عمليات اذا تذكر من المحاضرات اللي طافت، فخلنا نروح مع بعض. الحين هني مثلا هذا من الكود اللي كتبناه قبل، شوف العمليات، في عمليه اسمها افريج وكونتينز زين حلوين هذا كلهم، انسخهم يا اخي كذي، ايش حلوهم ها، خذهم كذي كنترول سي وحطهم وين؟ في ماي اريز.
احيانا نسختهم موجودين. شوف مثلا افريج بس تاخذ شنو انتجر الري كونتينز تاخذ انتجر الري واللي تدور عليه وانت رايح شايف واحده واحده موجودين. شباب الخط واضح معاكم ولا اكبر شوي؟ شوي تكبر واضح. حلو حلو تمام معايا شباب؟ معك. فانت قاعد تسوي الحين عمليات حلوه ها تمام يا شباب، تسوون العمليات كلها تبونها في مكان واحد، متى ما تبيهم استعملهم. فاللي كتبناه قبل المفروض ترتبه في كلاس واحد اسمه مثلا عبد الرحمن الريز، عيسى الريز، صالح الريز، اللي تحبونه يا شباب، الاسم اللي تحبه. واللي يبي يكتب اسم الكلاس هذا دوت اسم العمليه ويعطيها البارامترز وتعطيه الباجي. فالحين انا مثلا هني خذيت لك هذيلا، زين اروح مثلا الكلاس هذا مثلا كتبنا بعد فيه اذا يطري عليكم كبر الخط. هذا بعد يسوي سواب ويسوي سورت تذكرون؟ خذهم العمليات كنترول سي كوبي وحطهم وين؟ هني. الحين نزغر العمليات هذه. برنت ما في داعي تكتبها مرتين لانك كاتبها اصلا فوق هني شايف؟ ما يصير. واذا كتبتها مرتين دكتور؟ ما يصير ما يصير تعرف. نفس الميثود بالضبط. بنفس السيجنتشر نفس الشيء في نفس الكلاس. ما يصير. أوكي. هذا من قوانين الميثودز مال الاوفرلود قلنا تقدر تغير بالبارامترز يصير. لكن نسخه طبق الاصل ما يصير وهذا قلناه لما تكلمنا بالميثودز في الكلاس لما كنا نداوم الحين كورونا عدل يا شباب. صحيح صحيح تمام. الحين انا ارتب معاكم شايفين كلها كتبناها في المحاضرات اللي طافت. بعد عندنا عمليات ثانية اللي كانت على السترينج. نروح هني وبعدين نصغر كذي بس. مكتبة جميلة جدا من الأوامر الجديدة اللي انت ألفتها معاي في المحاضرات اللي طافت. لاحظ ان العمليات اللي هني مثلا من هني وانت رايح شوفوا معايا يا شباب العمليات اللي سويناها هني. طبعا خذ هذه print string array. الترتيب طبعا مو مهم، المهم العمليات تكون موجودة. لاحظ هذه العمليات اللي هني احنا حاطينهم كلها على integer array. ها عبد الرحمن شايف معاي كلها integer array. بعدين نبدأ بعمليات شنو string array شايفهم هذيلا هذيلا مكسب تحطهم في my arrays وتناديهم متى ما تحب. وصلت الفكرة؟ وصلت. خلاص الحين أي عملية تبيها بس اكتب my arrays نقطة واكتب اسم العملية وتطلع معك. لو اكتب لك الحين شوف my arrays شوف القائمة. صحيح الخط صغير لكن شوف هذه كلها عمليات شايف؟ هذه عمليات كلها موجودة في كلاس my arrays. فبكذي احنا ننظم مكتبتنا اللي فيها عمليات. تمام كذي يا شباب؟ طيب الحين ننتقل إلى استخدام السترينج اري. بصراحه هنا انا بغيت اتكلم عن موضوع هذا صغيره لكنه جميل جدا. يعني شوف هذا شوف هني المين شايفين هالمين معي هذه المين تلقائيا هي تستقبل اري اوف سترينج واسمه ارجز. انت تقدر تتركها ارجز تقدر تسميه فاضل اللي تحبه تسميه. النوع انت ما تقدر تلمسه بس تقدر تغير الاسم. فهو كاتب args عدل؟ زين شنو هذا args؟ بصراحة بشوفه معك أنا. يعني لو سويت كذي args of صفر مو array وفي string تقدر تقول of صفر صح؟ صح. نفذ الحين وشوف شوف الايرور راح يطلع معنا تحت يقول لك array index out of bound مو لاقي العنصر صفر. طيب خلنا نحفظ كنترول اس. معلش انا عندي حركه هنا يمكن مو موجوده عندك في النت بيز بس اذا قدرت تحطها تركبها تقدر ان شاء الله. شوف معي اوبن هذا مكان
الملفات مال جافا كلها شايف معي، خليك في الهارد ديسك عندي انا مثلا حاطهم على سين بينز ادفانس كورونا كلاسز سورس، هذا مكان الملفات فعليا، انا اقدر انسخهم هني عبد الرحمن واحطهم لك بفلاش، عرفت؟ اوكي حلو أوكي. هذا شيء. في شيء ثاني تقدر تطق له يفتح لك، نقول عنه الكوماند باترن، الكوماند برومبت اللي خاص في نظام التشغيل في نفس المكان هذا على نت بينز ادفانس كلاسز كلاس كورونا وسورس. فلو اقول له هني دي اي ار اوامر دوز، ادري انك مو ما تعرف الاوامر هذه، يمكن في بعضكم يمكن شايفها من قبل، لكن احب اقول لك ان انا نفس الطريقه اللي شفت فيها في من ساعه الملفات بس اشوفهم بالشاشه السوداء. هذا ملفنا تيست دوت جافا، شايفه؟ شايفينها يا شباب ولا الخط صغير؟ لا زين يبين. حلو، انا اقدر الحين استخدم كومبايلر جافا، اقول له جافا سي مسافه، اسم الكلاس تيست دوت جافا، تنفذ بدون اي مشاكل. لاحظ معي ما في مشاكل. اوكي الحين اقول له جافا مسافه تيست، انفذ، اعطاني نفس الايرور اللي انت شايفه معي هنا بالاحمر، شايف بالاحمر نفسه الري اندكس اوت اوف باوند، يعني جاي ينفذ. انزين لحظه على كذي، خل اكتب له مثلا كلمه عبد الرحمن، جافا تيست جافا مسافه تيست مسافه عبد الرحمن، شنو طبع؟ عبد الرحمن. زين ليش طبعها؟ لان في امر سيستم دوت اوت دوت برنت لاين اول عنصر بالاري. اوكي فهذا يعتبر اول عنصر من السترنج اري. زين كمل شوي. عبد الرحمن مثلا فاضل، شنو طبع؟ بس عبد الرحمن. ليش يعتبر فاضل العنصر الثاني في الاري؟ اندكس اوف واحد. اوكي يا شباب حلو، اذا كذي السالفه سهله. اوكي خلينا نسوي هني كذا، راح يطبع كل اللي موجود في ارجس. حلو، بس محتاج قبل لا تنفذ انك تسوي كومبايل مره ثانيه. يعني شلون؟ يعني لازم تقول له جافا سي تيست دوت جافا، وبعدين تنادي الاوامر بالطريقه هذه. فشنو طبع لنا؟ كل شيء، كل شيء. اذا ما شايل نكتب كذي مثلا عيسى صالح، شلونه؟ واضح كل شيء، واضح. فانت هني تقدر تسوي اوامر تستقبل من اليوزر قيم وانت على الشاشه السوداء هذه اللي شاشه كوماند برومبت. عندي فيديو، اول فيديو بماده مرئيه 2 يتكلم عن الشاشه هذه، اللي يحب يشوفه يقدر يروح يشوفه، مع انه مو مطلوب من عندكم بهالكورس هذا. ماشي يا شباب؟ فالحين انت عرفت شنو صار، لان مين تعتبر الميثود الرئيسيه اللي ناديها لك كومبايلر جافا، فانت تقدر تعطيها قيم من برا برنامجك مثل ما شفت هني من برا البرنامج. ها سوري هني صار بيست، من برا البرنامج تقدر تعطيها القيم اللي انت بيها. فهمت الفكره هذه؟ يعني برنامجك اللي انت راح تالفه تقدر تاخذ قيم من برامج ثانيه تجيك على شكل array of strings. طيب انا ممكن اسوي شغله هنا، اذا عندي مثلا countries مثل ما احنا حطينا من الساعه، هذا countries مثلا، شايفه معي دول. انا بصراحه بسوي شيء واحد، انت بتعطيني args بحوله الى integer، integer index ويساوي args of صفر مثلا. طبعا ما يصير لان string هذا نوعه string وهذا integer، مضطر يسوي له شنو؟ index of، عفوا integer dot parse int، وبكذي انت حولت اللي جايك من string array على انه شنو؟ رقم. وبطبع لك الحين countries of سمى i، وهذا حوله الى كلمه i.
يعني انت راح تعطيني اياه بالريك يا ادخال، انا باخذه وبطبع لك بعدين اسم من اسماء الدول الموجوده بالاري، وهذا الاري عشان يبين كامل كهو. وخلني احط لك قبل اسم الدوله احط لك نجوم، 5 نجوم مسافه زائد 5 نجوم كذي الامور حلوه. شوف معي الحين بنفذ لك اياه على الكوماند برومت اللي انت شفته معي. احنا هني شايف، شوف معي بنفذ لك الامر. دقيقه، جافا كومبايلر. شباب اللي مشغل السماعه اذا هيدفون اوكي، اذا سماعه قاعد يصير صدى يروح وي، يحاول يعني يوخر السماعه عن المايك شوي. علموا تيست دوت جافا، صار كومبايل، صار كومبايل جافا تيست. الرقم خليك معاي عشان تفهم ايش اللي راح يصير، الرقم 0. طبع لنا اي دوله؟ الاولى الجزائر. نعم كذي مثلا 1 استراليا، مثلا 3 تشاينا، 4. حلو كذي يا شباب، كنا فور لوب يعني دكتور. لا ما سويت فور لوب، انا قاعد اقول لك اعطني قيمه، انا اطبع لك الاسم من الاري اللي عندي اذا تحب يعني. بس اوكي، فهو الاري موجود مخزن في البرنامج، انت تسال عن شيء يعطيك اياه. مستخدم بسيط جدا، بس عشان اوريك ان هذا السترنج اري هو اللي داش، ومن وين تقدر تغذيه؟ تقدر تغذيه من الشاشات الاخرى، من البرامج الاخرى، مثل هنا مثلا كوماند برومت. ان شاء الله واضح شوي معك يا شباب، معكم شباب. واضح بكذي يا شباب، بكذي يا شباب. انا اعتقد انك انت فاهم يعني شنو فويد، اما مين فهذا اسم الميثود، وانت عارف يعني شنو هذا عدل. اما بابليك وستاتيك فهذا ان شاء الله خلال الكورس بنغطيهم بعد ان شاء الله، فيصير مفهوم عندك معنى كلمه بابليك ستاتيك فويد مين سترنج اركس ان شاء الله. خلاص كذي انتقل حق الموضوع اللي وراي يا شباب. ان شاء الله ان شاء الله. يلا الحين نتسلى، نرجع يلا ندش الحين على الري مالنا ونحاول نتسلى مثل ما كنا سوينا بالمحاضرات اللي طافت. العمليه اللي بسويها بصراحه الحين، تذكرون يا شباب السب سترينج؟ شيل الري نكتبه بعد شوي. سترينج اي اس تي ار ويساوي مثلا كويت. لما نقول str.substring sub شنو؟ substring، واقول له من الرقم 2 شنو راح ينطبع؟ من يدري؟ wait wait. بارك الله فيك wait. وكا عبد الرحمن معاي، بارك الله فيك. شايف معاي عبد الرحمن؟ اي نعم. الحين السؤال الثاني، هذا نوع منها، في نوع ثاني اللي هو ياخذ رقمين، اني انا هني ابي مثلا الرقم 4. منو عنده فكرة شنو راح ينطبع بعد؟ لأن احنا قلنا من قبل ان السب سترنج لما كنا نشرح السترنج انه تكون من نكهتين، النكهة الأولى انه تقص من أول ما تقول لها لنهاية السترنج، والثانية من إلى، من إلى. فتشوف معي هني ان الدبليو معاك اللي هو اندكس 2، ومعاك اندكس 3، لكن اندكس 4 مو معاك، فدبليو اي راح تشوف ان شاء الله. شايفين معايا يا شباب؟ اي حلو. انا الموضوع مو ان نشرح السب سترينج، احنا شارحينها من قبل. الموضوع نبي نسوي سب اري، نبي نسوي شنو؟ سب اري. الحين السترينج احنا راجعناه معاكم بس للتذكير، نبي نسوي سب اري، يعني يكون عندك اري مثل هذا هني مثلا، خلينا نقول مثلا هذه سيايير. يلا ها اوكي، معنى مو وايد سيايير، لا والله الدير حلوه، ولا الاشهر ولا الايام. اوكي الاشهر، الاشهر 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 حلوه، بس الري عودي شوي اسماء الاشهر. معايا يا شباب كذي؟ اوكي. ولا لا لا ما نقص هني، درزن مع درزن صح كذي الري؟ اي
تعرفون اسماء الاشهر يا شباب ها؟ عدل؟ طبعا هذه اسماء الاشهر. تمام؟ حلو. نبي سب الري، يعني شنو سب الري؟ ابيك تقص لي الري مثلا من هني لهناك، تعطيني الري ثاني. واضح الفكره يا شباب؟ واضح. تمام، شلون بنمشي فيها؟ انا معاك ان شاء الله. يعني مثل الامر سب سترينج ولكن حق الري عاد، نبي نقص الري بقطعه من عنده ما بي كله. حلو. انت اول شيء الان تعرف من وين تبي تقص، فعندك شيء اسمه ستارت انتجر ستارت، وخلني انا بقص للنهايه ها. فنبيك تقص من الموقع مثلا 2 وانتجر اند، ونقول الاند راح تكون عباره عن طول الري كله لنهايته. فهني انت راح تقول لنا شنو يساوي مثلا months dot length. عسى واضح يا شباب؟ والله خلاص انت عارف البدايه والنهايه. حلو. الحين بنقوم بنسوي array جديد. تمام؟ string. اوكي. يعني انا اذا بشرحها لك الحين عشان تقول موضح الموضوع، نوضح الموضوع اكثر هنا. ها يا شباب خلكم معي. شوف هذا الاري مالك. وهذه القطعة اللي فيه. تمام، الحين بتسوي سب اري، يعني بتقص لي مثلا من الموقع هذا تاخذ هذا كله معك، شايف؟ وتعطيني شنو؟ نسخة جديدة منه كذي يعني. ها اوكي، هذه هني، هذه هني بالضبط تحت اللي فوقها، شايف اللي فوق هذه وهذه هني. وصلت يا شباب؟ وصلت. اي وصلت. حلو. فهذا المطلوب، هذا اذا اسمه مانث، اذا هذا اسمه مانث شوفها معي. اشهر. فهذا اسمه سب مانث، سب مانث. مثلا، اوكي؟ فخليك معي عشان نشتغل. فانت بتقول لي وين بتقطع؟ عرفنا، الحين بسوي اري. شو اسمه؟ اسمه sub months. شباب كم حجمه؟ احنا عادة نقول new string array، كم لازم نعطي الحجم ولا ما اقدر نشتغل؟ من يقدر يقول لي كم الحجم؟ الحجم يعني، شوف عبد الرحمن الله جاوب، شوف هذا حجمه. ايوه ايوه month dot length ناقص 2 month dot length كاو اللي هو اسمه شنو؟ انت انت الاثنين كاهي اللي هي شو اسمها؟ start. بارك الله start. فكذي انت صح 100%. حلو كذي يا شباب؟ تمام. ناقص 2 بيكاو، ناقص 2 اللي هي ناقص start. start هي الاثنين من وين بتقص؟ اوكي. فانت تقول الحين كم طوله كاهو، مع انه ما عبيناه شيء لين الحين، بس نقدر نقول sub months dot length. شوف معي الطول ماله 10. زين اللي قبله اللي هو months، months اللي هو الاشهر الاصلي، الاصلي كم طوله كاهو؟ الاصلي 12 وهذا طوله 10. انت صح يبا 100%. تمام بارك الله فيكم، هذا اول شيء صدناه. تمام. الآن اللي بنعبيه، ركز معي شو حنقل القيم اللي بنعبيه. تمام كاو، حتى بالرسم يكون واضح أكثر. لازم نبدي من وين؟ من هني نعبي هذا اللي هو sub months، ونبدي بالآي تساوي صفر من هني. أوكي؟ خلونا بعد نسوي شغلة بصراحة، أنا يعني في شيء لازم أسويه عشان أكون 100% معك. هذا كذي شايف؟ هذا مو موجود بصراحة، عشان نكون مطابق حق مثالنا. ها شباب مثالنا في أيام كذي مثلا، خلنا نقول كذي. وطبعا هذا ماشي لي 12 وهذا ماشي لي 10 بالضبط، يخلص مع هذا. ها أوكي، شوف معي، أنت لازم تنسخ هذا وتجيبه في موقع صفر
بعد تنسخ هذا وتيبه في موقع واحد، فاللوب مالك بيمشي على الآي هذه صراحة. خلاص ركز معي وشوف الطريقة. فور آي تمام، نمشي على سب مانتس، نمشي على منو؟ سب مانتس لين نوصل نهايته. حلو، ايش بتقول؟ بتقولنا سب مانتس القيمة راح تساوي، بننسخها من وين؟ من مانتس الأصلي، بس هل راح تنسخها من آي؟ كذي ابتلشنا. غلط. ليش؟ لأن آي هني صفر، هذه آي صفر، هني آي مال هذه صفر، عدل؟ كذي ما يبتل الرقم الصحيح، هذه صفر وهذه واحد، يعني ما تبي تنسخ أنت هذه هني، لا هذا خطأ، ها؟ فهمني، هذا خطأ، أنت تبي تنسخ هذه، هذه هني البداية من وين؟ من كلمة start، ها؟ فعشان تكون أنت صج مضبوط شغلك، لازم الآي تبدي من آي اللي هي صفر بس تجمع عليها start. وصلت؟ وصلت. إيه، لأن كان رسم، شوف إذا ما ترسمها ما هتشوفها. هي صفر، بس أنت ما تبي تنقل الصفر هذا، أنت تبي تنقل رقم اثنين، فيجمع عليها start، الصفر يصير اثنين. طيب الآي تحركت صارت واحد. طيب إذا نسخت واحد غلط، واحد من هني تيبه لهني غلط، معي غلط، لكن واحد لو تجمع عليه اثنين يصير شنو؟ ثلاثة، الموقع الصحيح هذا. فهذه الطريقة الصحيحة انك ترسم وتشوف بعينك اللي قاعد يصير. بكذي لو نفذت اللوب هذا راح تلاحظ انه كل شيء تمام. بس انا هذا بصراحة يعني هذا شوي طويل بصراحة، ودي احط لك مثلا الري ايام الاسبوع، ماشي؟ سامحني انا بديت بهذا، ها خلنا ابدي بايام الاسبوع دايز. حلو، راح اغير ماكو مانتس. ليش ايام الاسبوع يا شباب؟ صغير شيء بالشاشه واضح كامل قدامنا، عدل؟ تمام، فخليت الاند دايز هني سب شنو دايز، وانا همشي على سب دايز اللي هو الفرعي هذا، وانقله من دايز الاصلي بالطريقه هذه. فارجو انه يكون واضح كذي. ليخلص اللوب هذا يلا السلامة، اطبع لي دايز الأصلي واطبع لي سب دايز الثاني، ناخذ output نشوفه. عفوا احنا نبي print، ها نبي شنو؟ اي عملية print، بس من وين؟ من my arrays dot print، صح؟ صح، ايوه هذا نبي احنا، ما نبي print العادية، برنت اللي هي اللي احنا ألفناها وخشناها في مكتبتنا الخاصة فينا. شوف الاوتبوت معي، عسى مضبوط الشغل. مضبوط تمام. عيسى امورك طيبة؟ هلا. اي واضح. حلو، الحين عندي فوق انت عرفت انت ستارت، ايوه، وانت انت اوكي بالضبط. اقدر ما اعرفهم واحط بالسب سب دايز نيو سترينج، بعدين احط مثلا انك تكتب هذا الرقم، تكتب هذا الرقم ناقص هذا الرقم، ايوه دايز دايز دات لينث ناقص 2 مثلا، من وين ابي ابدي؟ بالضبط هذا هو. اي تقدر على طول يعني بدون تو فاريبلز، بس أي. انا مدرس عبد الرحمن لازم احط فاريبلز. اي لا لا بس صح. اقول يعني لا كلام عبد الرحمن 100%. شوفوا معايا يا شباب، يقول حط هذا هني، ها، وحط هني اثنين، وكفى الله المؤمنين شر القتال يا اخي، عدل؟ لاحظ داخل شو اللي صار، محتاج تحط اثنين هني بعد، صح؟ صح؟ بس اذا انت تبرمج بالطريقه هذه ما تدري ليش الاثنين هذه هناك وهني، لكن لما تكتبها هي بنقول عنها تدريب مثالي للمبرمج. فانا يعني شوف انا عشان عبد الرحمن نفذ، طبعا شوف الاوتبوت نظيف 100% مثل ما قلت عبد الرحمن، لكن الحين انا اردهم عشان يكون الكود مقروء اكثر بالطريقه هذه، صحيح مثالي اكثر. حلو، دام احنا فاهمين هالشيء يا شباب صراحه هذا وقته ان نعرف عمليه فوق، عدل؟
شنو اسمها؟ سب اري. تمام. ونعطيها سترينج اري اسمه اي ار ار مثلا، ونعطيها انتجر ستارت. من وين يبدي؟ حلو. تمام. ناخذ الكود هذا بالكامل بدون طباعة طبعا. الستارت بعد ما في داعي تعرفها لأنها كاهياية من فوق وبالفورمال باراميتر، يعني معاها قيمتها وخالصة. أما دايز فاختلف صار اسمه شنو؟ ARR. فلازم يصير هني ARR وهني ARR. ما عندنا شيء اسمه sub days لأن احنا ممكن نستخدم أي شيء ثاني، فنقوله sub array ARR كذي. مجرد تبديل تسميات. في النهاية لازم ترجع لي الاري الجديد اللي هو اسمه sub ARR. واللي يصير هني طبعا انك لازم ترد لي array of string فوق بكذي. الميثود هاي تعتبر كاملة. عبد الرحمن معي؟ معك دكتور. بكذي تنادي العملية تعطيها الاري مالك وين تبي تقص. راح تقص الستارت الاثنين بتصير هني وتصير هني. تم؟ تم. هذا معناه ان احنا هني ما احنا محتاجين نسوي كذي ولا ستارت ولا غيره ولا نيو، لان لازم نستقبل variable مالنا هني. فنقول له هني سب اري نعطيه days ونقول له الرقم 3 مثلا. نادي العملية كذي وبعدين راح نشوف التنفيذ. أوكي؟ أوكي. مضبوط القص رقم 3 تيوزدي؟ مضبوط. عيسى تمام وياك؟ إيه تمام. صالح أمور طيبة؟ تمام دكتور تمام. طيب يا شباب انزين على بنسوي شغله. السب سترينج في منها نوعين، نوع يقص لنهايه السترينج اذا اعطيته رقم واحد، ونوع تعطيه من وين يبدي وين يخلص. عدل؟ اوكي صح صح تمام. خلاص عطنا هذه سب الري. وعلشان ما يصير عندنا مشاكل لازم نزيد هني فاصلة انتجر انت. وصلت؟ وهذه الانت طيرها لي معي. شوف الانت كنترول زد. الانت كانت تبدي معانا من وين يا شباب؟ من array dot length. ايوه احنا ما لنا شغل فيها هذه، خلاص بس شيلها وجرب الكود. يعني شون؟ يعني من 3 إلى 5. الحين ما راح ينادي السب سترينج اللي فوق هذه لأن هاي تاخذ انتجر واحد مع الاري، هذه تاخذ تو انتجر ستارت وإند مع الاري، فراح ينادي هذه. ها أوكي يا شباب خلونا ننفذ ونشوف. بنقص من 3 إلى 5 المفروض تيوزدي وينزدي بس هي معنا. عسى واضح. واضح 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 وايد حلو. هذا ليش عبد الرحمن شفتني انا استخدمت الاند كفاريبل؟ علشان في مخي انا اني ابي اسوي نوعين من سب سترينج سب اري سب اري. اوكي ان شاء الله واضح. واضح وايد حلو. ابيك واضح. ابيكم يا شباب تطبقونه وتجربونه. ها تمام. خلاص هذا الاري مضبط. تقدر انزا واحد يقول زي عطنا اري ثاني خلينا نجرب عليه. حاضري. خذ لك مثلا ايبك الاشهر، يعني اري طويل مال الاشهر صراحه كل اشهر السنه. وهذا سترينج اري حلو اسمه مانثس. وهذا راح نسميه سب مانثس. حلو. وطبعا نعطيه شنو؟
إنه جزء من months. وإذا خلصنا إن شاء الله بنطبع لك المنث الأصلي والجزء من المنث هذا. وخلنا نقص من 3 إلى 7. شوف الأكتب تحت هني طبعا الأشهر كلها، إذا أنت تبي تشوف معي كل الأشهر فهم 12 لا تحاتي يعني. رقم 3 اللي هو 0 1 2 3. أوكي 7 اوكي هاي 3 4 5 6 7 مو معانا اللي هو اوغست. فتلاحظ ان الاربعه هذيلا هم النتيجه اللي تحت معك. تمام يا شباب؟ تمام في سؤال هني مفهوم ان شاء الله كل شيء تمام مفهوم. حلو انا هني بسوي الحين حركه، ما انسى اسوي الحركه دائما، كوبي نسخ هذيلا كت كنترول اكس امسحهم من هني واروح وين على مكتبتي عدل واحطهم هني. سكر كذي سكر كذي عدل كذي صح عدل. وتروح هني وبس تكتب قدامهم قبل العمليه تكتب شنو ماي اري بارك الله فيك ماي اريز دوت وصلى الله بارك. وهذا التنفيذ قدامك تحت مرة ثانية شفت F6 أوكي. وخلونا نسوي الحين أعمال وايد حلوة تمام. يعني أنا الحين أقدر مثلا أجيب لك مجموعة الريز عندي حلوة نتسلى فيها. طبعا الري اوف سترينج هذا كل شيء في الحياة موجود له الري اوف سترينج تمام. فتقدر أنت على راحتك ها. أنا عشان وقت المحاضرة صراحة ما قاعد أكتبهم ها. هذه مثال بسيط جدا ما يعكس الواقع طبعا كمية الموجود ها. تقدر تسوي الآلاف من هذين الريز عدري يا شباب صح. فأنت الحين بتقصص الريز قصص على راحتك. هني سمى سب الري حلو ولا تطبع الري طبع السب الري بس وقطع على كيفك. بس دائما مثلا اخذ لي مثلا من العنصر رقم 1 الى العنصر رقم هذا 1 الى رقم 3 حلو. اذا كانتريز قاعد تتكلم عنهم هذه كانتريز عدل كذي هذه countries تمام. في شغلة على الطائرة أسويها لك ها my arrays أوكي. الحين عشان الثاني تسوي إيش بتسوي تحط الكارز سيائر صح كذي. تقدر تبدأ من العنصر الأولي هو 0 طبعا. هني بعد تبدأ من 0 شايف جزائر استراليا البرازيل فولفو بي ام دبليو فورد. حلو كذي يا شباب اوكي. مثلا كذي ها عبد الرحمن تروح مثلا حق فروتس فاكهة وأول 3 كاهم أبل بنانا وأورنج. حلو كذي أوكي. وإذا تبي تشكها بسطر واحد ترى سهلة وبسيطة بس معلش طوفوها لي أوكي. شوف هذه معي وبعدين نروح مثلا حق أنيملز. هذا السطر مكافئ حق السطرين هذين. شوف الأنيملز أول 3 كات ودوغ وهذا حلو كذي يا شباب تمام. طبعا انا ما اطلب منك تبرمج كذي يا عبد الرحمن
أنا أطلب منك تبرمج بالطريقة هذه. بس عشان تفهم هذه، أنا قاعد أقول سب أري من مكتبتي، صح؟ صح. إنزين بيطقها من وين لوين؟ من صفر لثلاثة على أري أنيملز. النتيجة وين بيحطها؟ يشيل هذا اللي مظلل لك بالأزرق ويحط النتيجة هني، واللي هو أري ثاني راجع، صح؟ صح. إنزين الأري الثاني وصل هني، هذا طار وقاعد مكانه هني، شنو؟ ناتج اللي رد لك من الميثود اللي سويت له كول. شو يصير فيه؟ من مكتبتي اطق عليه برنت ينطبع على طول. فهمت الفكرة؟ فعشان كذي طبع لك مثلا شنو؟ animals اللي هم هذيله. في سطر واحد you can do it even if you want يعني. لكن انا ما اشجع على شيء الطريقة هذه، بس اقول لكم انه في مجال انك تسويها بسطر واحد. الامور حلوة؟ ماشي يا شباب. لهني انا اوقف اعطي بريك، وإن شاء الله كمل بعد بريك، عندنا بعد تدريب آخر. يعطيكم العافية.